بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا خياتي، إن شاء الله راكو بخير. بون اليوم إن شاء الله مع ولا ندير شتيطحة تاع الدانت. شريت قطع تاع لاكويس اللي هذيك يقولوا لها تاع شاورما. بون درتها في طنجرة، تقلات مع شوية زيت، من بعد زدت لها حبيبة بصل، كنت قطعتها قطع صغار بالبزاف. زدت قطعت شوية توم، زدته لها، خليته يتقلى معاها بالبزاف، خليه يعطيله وقت باش تقليه. قلنا بلي التقليه هي سر البنه. من بعد رميت لها حفنه تاع حميصه باش يدخلها الطياب بيفي تاني. هذه الحميصه انا ما غليتهاش من قبل، ما هيش طيبه، خليتها قليت مليح. من بعد نبدا ندير في لي زيبيس. هنا انا درت فلفل عكري حلو، ودرت فلفل حر، انا نحبها شويه حره. فلفل كحل بيان سور، زدت لها كمون كيما تعرفوا شتيطحة تحب الكمون. مع الاول ما نديرش بزاف باش ما يطلقليش المروريه تاعو، وزدت الملح. هو يتقلى باش ياخذ بنه لي زيبيس هذوك. زدت شوية طماطم مصبرة، قسم مغرفة، واحد نص مغرفة كبيرة ماشي بزاف، بس قدرت فلفل عكري. ونبدأ نمرق بشوية، وشوفوا أنا دايما نمرق من الطرف، منها يحبط سخيخن، ومنها نمسح هذوك هذاك اللي لصق كامل في الطرف. نمرقها مليح، مرقت قسمه يطيب ويجي سوا سوا. ومن بعد ما غطيتها وخليتها طابت حتى تجمرت، شوفوا هنا هاي لك المرقه مجمره، الحميصه طابت زبده، هذاك اللحم كيف كيف. شوفوا والله غير لا تشهي، شهيتكم بالصحه ولا شهيتكم بالجنه ان شاء الله. شوفوا هاي لك المرقه خويا، ترى ها الحميصه تاني طابت زبده، ما هذاك اللحم داك. تشوفوا شوف شو كشي تفتت وحده، بصحة ولهنا ان شاء الله. تسيوها ما تندموش، ما تنساوناش باللايكات وتشجيعاتكم. تلاقوا في المرة الجاية ان شاء الله.